إيران وحزب الله سيجران لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل. هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته. بنت لفت إلى حدوث تغيير في الدعم الشعبي لحزب الله في لبنان، وقال إن إسرائيل لن تقبل بإطلاق الصواريخ عليها مهما كان مطلقها، محملا حزب الله والحكومة والجيش اللبنانيين مسؤولية ذلك. هناك صحوة هامة للغاية لدى العديد من مواطني الدولة اللبنانية ضد حزب الله والتدخل الإيراني في الدولة، ووسط الأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة الموجودة هناك، تربك إيران وحزب الله مواطني لبنان على الجبهة مع إسرائيل أيضا، ويجب على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحمل المسؤولية عما يجري في ساحتهما الخلفية. نفتالي بنت يعتبر أن ما جرى على الحدود مع لبنان استمرار للتصعيد في الخليج العربي، حيث أكد على مسؤولية إيران عما جرى هناك، ورحب بتبني العالم لروايته. وتشير تسريبات إسرائيلية إلى أن عددا من القوى العظمى كانت على تواصل مع بنت خلال التصعيد على الحدود مع لبنان. الرد الإسرائيلي المحدود على صواريخ حزب الله التي أطلقها في مزارع شبعة كان الهدف منها نقل رسالة بأن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد، أيضا حزب الله ليس معنيا بالتصعيد، لأن الوضع المأساوي في لبنان لا يتحمل حربا أخرى. ومن هنا كانت الضغوط الأمريكية والفرنسية على إسرائيل بالحقول دون وقوع هذه الحرب. ويرى بنت أن خطر إيران يهدد المنطقة والعالم ككل بسبب ممارساتها في المنطقة، لذا فعل العالم أن يتدخل لردعها، خاصة تحت حكم إبراهيم رئيسي الذي قد يزيد التصعيد الإيراني. يهدد بنت إيران وحزب الله ويشدد على أن إسرائيل لن تقبل بتغيير قواعد اللعبة في لبنان، وبالتزامن مع هذا يدعو بنت العالم لعدم قبول محاولات إيران تغيير قواعد اللعبة في الخليج. نضال كنيعني، سكاي نيوز عربية، القدس. شكرا لمتابعتكم. للمزيد اشتركوا في قناتنا على يوتيوب.